يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا معنا، ونرحب بضيوفنا. ضيوفنا اليوم معنا المهندس صقر العمار والمهندس طلال الجيران. يا هلا ومرحبا فيكم. يا هلا فيكم. بالنسبة لمشروع مصفاة الزور، نفس ما ذكرنا هذا المشروع حيوي مهم جدا لدولة الكويت، ودنا المهندس طلال تعطينا لمحة عن المشروع وشلون جت الفكرة. مهندس صقر طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، اول شيء نمسي عليكم بالخير وعلى الساده المشاهدين. طبعا اول شيء تعتبر الشركه الكويتيه للصناعات البتروليه كيبك هي احدى شركات مؤسسه البترول الكويتيه، واللي يقع على عاتقها انشاء وتاسيس اكبر مجمع نفطي متكامل. طبعا هذا المجمع النفطي المتكامل يحتوي على ثلاث مشاريع كبرى، أولها هو طبعا مشروع مصفاة الزور، ومشروع استيراد الغاز المسال، وأيضا إن شاء الله في الغريب العاجل مشروع مجمع البتروكيماويات اللي إن شاء الله سيرى النور قريبا. طبعا مشروع مصفاة الزور هو مبادرة لاستراتيجية مؤسسة البترول الكويتية طويلة الأمد 2025، اللي هدفها رفع الطاقة التكريرية في دولة الكويت إلى حوالي 1.5 مليون برميل من النفط يوميا، أو بالضبط 1.4 مليون. طبعا مشروع مصفاة الزور سيتكفل ب أو سيتحمل حوالي 615,000 برميل يوميا من هذا التارجت. يعني نعم مهندس طلال، يعني مشروع بهذه الضخامة أكيد كان في أعمال تحضيرية خاصة تسبق هذا المشروع، خلينا نتكلم على هذه الفترة. طبعا بالبداية شكرا على الاستضافة وإتاحة الفرصة لنا حق تسليط الضوء على مشاريع الشركة الكويتية صناعة البترول المتكاملة. بس ودي أخذكم قبل بداية المشروع، قبل الأعمال اللي يتم حاليا في إنشاء مصفاة الزور. تقع مصفاة الزور على بعد 90 كيلومتر جنوب دولة الكويت، مدينة الكويت. تعتبر أرض مشروع مصفاة الزور أرض ضعيفة نسبيا ومنخفضة، فاستلزم أن نتعاقد مع مقاول عالمي لاستصلاح هذه التربة. كان في ثلاث أهداف عندنا رئيسية والحمد لله حققناها. ضعيفة من أي ناحية؟ ضعيفة ان ما تتحمل الانشاءات، لانها احنا نسميها باللهجة المحلية صبخة، ارض صبخة كانت، فهي معرضة للهبوط، كانت معرضة في حال المطر شديد ان تصير فيها يطفح فيها الماء. فعندنا المقاول اللي استصلح التربة كان في عنده ثلاث اهداف رئيسيه. الهدف الاول ان نرفع المصفات ونخليها مرتفعه نسبيا عن المناطق المحيطه على اساس تسهل لنا عمليه جريان الماء في حال الامطار، وايضا استصلاح التربه باحدث التقنيات ليتم دخول المقاولين الرئيسيين والبدء بالاعمال من اليوم الاول لانشاءات المصفات. والمرحلة الثالثة أو الهدف الثالث كان أن نجهز بعض الأماكن أو المحطات الرئيسية اللي راح تساعد المقاولين الرئيسيين، منها مثل سوينا منصة بحرية جنوب محطة الزور. هذه المنصة البحرية شنو كانت تفيدنا فيه؟ كانت تساعدنا أن المعدات اللي أحجامها كبيرة وأوزانها ثقيلة كانت تأتي عن طريق البحر، فكنا نستخدم هذه المنصة لعمل إنشاءات المصفات بدون الحاجة إلى استخدام الطرق الرئيسية في دولة الكويت. الحمد لله نجحنا في هذا التحدي، وايضا قمنا بانشاء احنا نسميها منطقه تشوينات. هذه منطقه تشوينات مقابله لمصفاة الزور بالجهه المقابله او الجهه المقابله للمصفاة على طريق الملك فهد وطريق 40، وعملنا جسور فوق طريق الملك فهد وفوق طريق 270 بحيث ان مقاولين المشروع ما يستخدمون الطرق الرئيسيه ايضا ويوصلون لمنطقه اعمال المصفاة والعمل بكل الامان بدون اي تعرض للشوارع الرئيسيه. نعم، نفس ما تفضل المهندس طلال تكلم عن المرحله التحضيريه قبل المشروع. مهندس صقر، ودنا نعرف ابرز مكونات هذا المشروع اللي تكلم عنه. نعم، طبعا مشروع مصفاة الزور يعد الأكبر في المنطقة مع الطاقة التكريرية اللي هي 615,000 برميل يوميا. طبعا 615,000 برميل يوميا يعادل ملء 39 حوض سباحة أولمبي،
فهذا بس يبين لك يعني ايش كبر المشروع من حيث الطاقة التكريرية. إضافة إلى ذلك يعد أكبر مصفاة يبنى في مرحلة واحدة. مثل ما أنتم عارفين يعني المصافي عادة يعني تبنى على سكيل صغير وتتوسع مع مرور السنين. فيعتبر المشروع يعني الأكبر بالعالم يبنى في مرحلة واحدة. طبعا لا يخفى عليكم أن هذا المشروع راح يكون يعني له أهداف اقتصادية واستراتيجية من حيث تكرير النفوط الثقيلة في الكويت، لأن في السابق النفوط الثقيلة تحتاج مثلا تكنولوجيا حديثة وتحتاج يعني تطورات في الوحدات نفسها. فهذا هم كان جانب من ليش نحتاج ننشئ هذه المصفاة الجديدة. ماذا عن أنواع النفوط اللي سيتم إنتاجها في هذه المصفاة؟ هو سيتم تكرير النفوط الكويتية يعني الكيس الكويت إكسبورت كرود مع الكويت هيفي كرود مع اليوسين، وراح تطلع منتجات نفطية. طبعا المنتجات النفطية اللي إن شاء الله راح يتم استخراجها من أو إنتاجها من مصفاة الزور هو طبعا زيت الوقود ذو المحتوى الكبريتي المنخفض، إضافة إلى ذلك الديزل والكوريسين. الديزل راح يكون أيضا من ذو المحتوى الكبريتي المنخفض، وإضافة إلى ذلك مادة النافثة اللي هي تستخدم للصناعات البتروكيماويات، وايضا الغاز بحالة السائله اللي هو البيوتين البروبين اللي يستخدم في المنازل والمنشات التجاريه والى اخره. نعم، يعني المشروع جدا حيوي ويتميز عن باقي دول العالم مثل ما تفضلت حضرتك بان تم بنائه بمرحله واحده. نعم. مو مراحل مختلفه. نعم. وحيوفر لنا منتجات ان شاء الله نفطيه يعني تكون يمكن جديده تخدمنا بشكل اكثر واسرع عن الفتره السابقه. اذا بنتكلم مهندس طلال عن المباني شوي ناخذها كمشروع واحد، المبنى الاداري هو من اكبر المباني الموجوده فيه، خلينا نتكلم عن تفاصيل. نعم صحيح. طبعا مصفاة الزور حجمها جدا كبير، 16 مليون متر مربع. طبعا هذه المصفاة تعتبر من اكبر المصافي الموجوده في سواء في محليا او خليجيا او حتى عالميا. مصفاة في هذا بهذه الحجم تحتاج ان نوفر للموظفين اماكن عمل ملائمه ومناسبه، لذلك تم تصميم عده مباني. هذه المباني تختلف في طبيعتها من مباني اداريه، مباني فنيه، ومباني خدمات مسانده. طبعا مثل ما تفضلت وتم افتتاحه بالاسبوع اللي فات من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء المبنى الاداري في مصفاة الزور. طبعا المبنى الاداري يعتبر ايقونه المباني، يعني لو انت ماخذين طريق الشاليهات على يدك اليسار راح تلقى المبنى يتكون من 7 ادوار. هذا المبنى راح يكون في اداره مصفاة الزور، راح يكون متواجدين في هذا المبنى، وراح يتم ايضا او عندنا عده مباني مسانده ومباني اداريه وايضا مباني فنيه. في عندنا مثل مبنى التحكم المركزي، وايضا عندنا مباني مثل المختبرات، الورش، المخازن. كل هذه المباني راح تكون في نطاق احنا نسميها مجمع المباني عشان يكون التنقل بين هذه المباني بشكل سلس. ودي أتكلم عن تصميم المباني بشكل عام وتصميم مبنى الإدارة. تصميم مبنى الإدارة اتخذنا فيه أحدث سبل البناء، وأيضا استخدمنا فيه مواد اللي هي نسميها المواد المستدامة اللي ممكن إعادة تدويرها في حال أن تم تغيير هذه المواد، وأيضا مواد يكون فيها استهلاك الطاقة منخفض. مثل عندنا مثلا التكييف داخل المباني او مبنى الاداره والمباني المحيطه فيها يكون عن طريق تدوير الماء، ما يكون التكييف اللي هو التقليدي، عن طريق في عندنا مبنى نسميه التشيلر بيلدينج اللي هو التبريد، مبنى التبريد الرئيسي راح يضخ الماء حق المباني ويتم استخدام الماء المعاد تدويره لتبريد المباني. ايضا راح نستخدم المياه المعاد تدويرها في الري حوالين المباني في المناطق الخضراء، وايضا انظمه الحمايه الموجوده في المباني هي انظمه متطوره جدا. في عندنا ناهيك عن الانظمه الاوليه مثل المرشات وانظمه كاشفات الدخان، في عندنا ايضا سيستم حمايه على طول، ان من يصير لا سمح الله اي حريق او اي دخان على طول نقدر نرسل اشاره الى
مراكز مركز الاطفاء الموجود في عندنا في المصفات، ويوجد ايضا عندنا عده مباني اخرى، مباني خدمات مثل عياده لاستقبال موظفين المصفات، في عندنا كافيتيريا مركزيه، في عندنا سوق مركزي داخل مبنى الاداره، في عندنا مسرح يسع الى تقريبا 250 موظف، ويوجد عندنا فرع بنك وفرع مكتب طيران. كل هذه الخدمات راح نوفرها للموظفين الموجودين في المصفات، اساس لا يحتاجون ان يروحون يرجعون داخل الديره ويستخدمون الخدمات الموجوده داخل المصفات. نعم مهندس طلال، نقدر نقول اذا هو مبنى صديق للبيئه؟ اي نعم طبعا. احنا مؤخرا مركز البحث والتطوير الخليجي قام بدراسة مواصفات المبنى وعمل تدقيق في المبنى، سواء بزيارات للمبنى وعمل تدقيق أيضا لمواصفات المبنى، وتم الحمد لله إعطائنا شهادة المباني المستدامة من 4 درجات، وتعتبر الحمد لله تعتبر درجة عالية، مما يثبت أن المواد المستخدمة داخل المبنى والتقنيات المستخدمة داخل المبنى تقنيات صديقة للبيئة وتستهلك طاقة قليلة. نعم مهندس طقر، يعني أهمية هذا البعد البيئي اللي موجود داخل المباني الخاصة بمصفات الزور شنو يمثل بالنسبة لكم؟ طبعا غير ما تفضل المهندس طلال بخصوص المباني، مشروع مصفات الزور ككل يعتبر صديق للبيئة، بحيث خاصية استرجاع الكبريت بحوالي 99 أو ما يفوق 99%. طبعا إضافة إلى ذلك راح يكون في مميزات صديقة للبيئة مثل شعلات أرضية اللي راح تضمن الاحتراق من غير أدخنة ومن غير ضوضاء، وطبعا أيضا إنتاج المنتجات النفطية راح تكون على أعلى المعايير العالمية، والانبعاثات طبعا تقليل الانبعاثات السامة والضارة طبعا هذا يتم التصديق عليها من الجماعة في الهيئة العامة للبيئة. نعم مهندس صقر، أعود حق للحديث عن المباني، عن نظام الحماية في المباني وشنو هي آلية التعامل في وقت الأزمات؟ طبعا حلو. طبعا احنا عندنا أنظمة الحماية مثل ما سبق وقلت، ان في عندنا أنظمة حماية داخل المباني نفسها لحماية الموظفين الموجودين وحماية ايضا الأجهزة الموجودة في المباني. ايضا لدينا 4 غرف لإدارة الأزمات متوزعة في عدة مباني، منها غرفتين لإدارة الأزمات في مبنى الإدارة وعندنا مبنى التحكم المركزي، وأيضا غرفة لإرسال الوحدات مثل مبنى المطافي. يعني إحنا لو لا سمح الله صار أي مشكلة تصير سواء في المبنى أو في وحدات المصفات، على طول تبعث إشارة لمركز الأطفاء ويتم إرسال الوحدات إلى موقع الحدث. نعم. ممتاز. مشروع مصفات الزور نفس ما تفضلت مهندس صقر، هو مشروع يمكن تم خلال مرحلة واحدة، هو أكبر مشروع يتم خلال مرحلة واحدة، تم إنشاء هذا المشروع أو العمل فيه خلال جائحة كورونا. شنو كانت أهم التحديات وشنو دلالات إنشاء هذا المشروع في هذا الوقت؟ نعم طبعا لله الحمد جت جائحة كورونا خلال فترة تقريبا خلصت الأعمال الإنشائية، ولكن لا يخفى عليكم أن أكيد هذه جائحة كورونا أثرت على جميع قطاعات العالم، على جميع المشاريع القائمة في العالم، ولكن بشكل مباشر على المشروع للأمانة تأثرنا من ناحيتين. الناحية الأولى هي توريد المواد، لأن مثل ما أنتم عارفين يعني خطوط إنتاج كاملة وقفت في مصانع العالم، إضافة إلى ذلك توفير المهندسين أو العمالة الفنية المختصة لتشغيل بعض الوحدات أو خلينا نقول بعض المعدات المختصة، أو مثل ما يقولون إن ما حد يدقها سلف إلا اللي جاي من نفس المصنع. فطبعا مع إجراءات القيود وإجراءات السفر اللي طبعا مو بس دولة الكويت كانت حاطتها، هم من جميع دول العالم، للأمانة يعني كان صعب على المقاول أنه يوفر هذه العمالة المختصة لنمضي غدا طبعا بالتشغيل المحطة.
نعم، يمكن ذكرت بأن أحد المنتجات الجديدة اللي راح يقوم المصنع بتدويرها أو تكرير النفط لإنتاجها هو الغاز بصفته السائلة. نعم. شنو أهمية وجود هذا المصنع، مصنع الغاز لدولة الكويت؟ طبعا هذه مشتقات الـ LPG اللي هو الليكوفايد بتروليوم غاز، هذا طبعا موجود بالسابق. نعم. وهذا اللي احنا اللي نشوفه مثلا بسلندرات الغاز في الـ في الـ في الـ المنازل، فهذا الأمانة مش شيء جديد، ولكن على نظام التقطير طبعا في والتكرير في المصفات يطلع لنا طبعا من الغازات الى المشتقات النفطية. عفوا، لكن نفس ما قاعد نشوف هذه المحطه الجديده فيها محطه استيراد الغاز، يمكن هذا هو الشيء الجديد. هذه محطه استيراد الغاز اللي هي استيراد الغاز يكون عن طريق السفن ويتم استيراده بطريقه سائله. احنا ليش نستخدم الطريقه السائله في استيراد الغاز؟ اساس نقدر نستغل الكميه، لان كميه الغاز اذا كان بالحاله الغازيه تكون وايد اكبر من الحاله السائله. نعم، ممتاز. يعني تكلمنا عن المباني مهندس طلال بشكل عام، على الاشياء والتكنولوجيا اللي مستخدمه، طرق الري وغيرها، استهلاك الطاقه ايضا يعني له دور مثل ما تفضلت حضرتك في التقليل منه. نتكلم بالنهايه على زياره معالي سمو رئيس مجلس الوزراء الى موقع الحدث، شلون كان وقع هذه الزياره عليكم؟ يعني سمو رئيس مجلس الوزراء شرفنا في افتتاح المبنى الإداري. طبعا هذا المبنى الإداري اللي هو مثل ما قلت لكم يعتبر أيقونة المباني الموجودة، وأيضا حتى نودي أتكلم عن عندنا مسجد المصفات اللي هو ملاصق حق المبنى الإداري، واللي أطلقنا عليه اسم المغفور له الشيخ صباح أحمد جابر صباح، وخذينا طبعا موافقة الديوان الأميري في من تسمية المسجد. لكن الحمد لله كان الانطباع ممتاز في الافتتاح، وأيضا في استعراض مشاريع الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة كبك. نعم، كذلك ربما يلبي المشروع حاجة محطات القوى الكهربائية، هل صحيح هذا؟ صحيح هذه المعلومة أم لا؟ طبعا احتياجات محطات توليد الكهرباء في دولة الكويت راح تحتاج زيت الوقود المحتوى الكبريتي المنخفض، وإن شاء الله سيتم تزويدها بمعدلات المطلوبة إن شاء الله. نعم إن شاء الله. يعني في نهاية اللقاء إذا حابين تقولون كلمة للجمهور الكويتي، لكل الناس اللي دائما تقول إن هذه ديرة الخير وديرة النفط، وأنتم يعني عاملين في هذا المجال، فهذا المصفى اليوم شنو بالنهاية تقدم للكويتي بشكل عام؟ يعطيكم العافية. يعني أول شيء وحاب أقول أو حاب أوصل رسالة أن خلال الجائحة يعني شاهدتي فيهم مجروح الشباب الكويتي، يعني أثبتوا وطنيتهم وأثبتوا حبهم للعمل، وأن ما تتوقف الأعمال. يعني خلال الجائحة، فترة جائحة كورونا، ما توقفت الأعمال نهائيا داخل المصفات. الشباب كانوا يداومون، كانوا يجون ويسلمون من المقاول، يدققون على أعمال المقاول وعلى أعمال المستشار، فجدا كان شيء نفتخر فيه. يعني قواهم الله. أكيد مهندس صقر حاب تقول شيء؟ والله طبعا أنا بس أحب أنوه أن هذا المشروع بهذا الحجم هو مشروع حيوي استراتيجي وبيئي بنفس الوقت، فأيضا إن شاء الله على كبر حجمه راح يوفر فرص وظيفية إن شاء الله كثيرة لمخرجات الكوادر الوطنية، طبعا بشتى تخصصاتها. وطبعا احنا مثل ما احنا عارفين في تخصصات نادره ايضا غير التخصصات الهندسيه، ان شاء الله راح يكون لهم يعني دور في المستقبل القريب ان شاء الله في المصفات باذن الله. ان شاء الله. المهندس طال صالح الجيران، شكرا جزيلا لك. المهندس صقر العمار، شكرا جزيلا لوجودكم وتوضيحكم عن هذا المشروع. شكرا لكم على الاستضافه. احنا ان شاء الله راح نطلع ويا المشاهدين فاصل صغير، راح نكمل معاهم باقي الانجازات الشباب الكويتية اللي تكلمنا عنها في حلقة اليوم. خلكم معنا وتابعونا أيضا من خلال هاشتاغ ليال الكويت.